تتفاقم ظاهرة السرقات في مدينة المقلة بحضرموت يوما بعد آخر، ومع هذا التفاقم تتعرض المحال التجارية والمنازل لسرقات تتنوع بين الذهب والأموال. هذا الأسبوع أعلن مركز شرطة فوه عن إلقاء القبض عن 2 من المتهمين قاموا بسرقة مبالغ مالية تقدر بحوالي 3 ملايين ريال يمني ومبلغ بالريال السعودي وآخر بالدولار وكمية من المجوهرة الثمينة، وضبطت أجهزة الأمن بحوزتهم كمية من المواد المخدرة. في يوم 2 الموافق 9/8 الساعة 8 مساء أبلغ أحد المواطنين من منطقة فوه المساكن وأفاد في بلاغه عن تعرض بيته للسرقة، حيث سرقت منه مجموعة من المجوهرات ومبلغ مالي كبير بالعملة اليمنية وبالريال السعودي والدولار، وأيضا سرق مسدس نوع تاتا. وبعد ذلك قمنا بتشكيل لجنة من المحققين والتحريات لكشف ملابسات الجريمة، وباشرت اللجنة عملها في الحال، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى بعض الخيوط لكشف ملابسات الجريمة. من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات والاطلاع على الكاميرات التي بقرب مسرح الجريمة، من خلالها تم ضبط المتهمين وتم ضبط بحوزتهم جوهرات وعملات مختلفة الفئات، وتم ضبط ملابس التي قاموا بلبسها أثناء قيامهم بالسرقة. كان بحوزتهم مبلغ مالي كبير يقدر بحوالي 3 ملايين يمني وحوالي 4000 سعودي و100 دولار، وأيضا وجد معهم مجموعة من المجوهرات الثمينة، وهي مجموعة من الخواتم والعقود والكفوف والأساور من الذهب طبعا، وكما وجد أيضا معهم مجموعة من المواد المخدرة وهي مادة الشبو وحبوب الكبتاجون تسمى عندنا حبوب اللجة. لم تتوقف البلاغات عن عملية السرقة في المقلة تقريبا يوما واحدا. آخر البلاغات المدونة لدى الأمن بلاغ مواطن عن سرقة منزله وسرقة ما فيه من مجوهرات وأموال. رجل الأمن الأول هو المواطن، إذا كان المواطن دوره سلبي لا وجود للأمن، لأن المواطن هو الشخص المبلغ والشخص المستهدف في السرقة، هو الشخص الذي يعاني من إقلاق الأمن. لكن لو وجدنا المواطن الإيجابي يعني نفسر الإيجابي أنه يكون حريص، عنده حس أمني، يبلغ بأي اشتباه بأي شخص غريب يدخل حارته منطقته قريب بيته، أي شخص يعني يبلغ بشكل يعني مباشر. هذا البلاغ مهم جدا. بحسب أجهزة الأمن فإن المتهمين يعترفون بهذه السرقات من أول تحقيق، ومع استمرار التحقيقات معهم يتم الكشف عن أفراد عصابة وعصابات أخرى تشترك في هذا العمل. ومن هذا المنطلق تؤكد أجهزة الأمن هنا في المقلة على متابعة هذه العصابات وضبطها حتى تنال المقلة قدرا كبيرا من الأمن والأمان.